خلينا نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين، ومعانا روزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره. روزان صباح الهنا عليكي، طبعا سامعينك وعايزين نعرف منك الاجواء حاليا، وطبعا الاقبال برضو من الاعضاء، واكيد اخبار النادي الاهلي والفرق. اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الاهلي فرع الجزيره متواجده مع حضراتكم لنقل طبعا الاجواء والاخبار اللي متواجده معايا النهارده. الاجواء يعني خلينا نقول انه طبعا في يعني انخفاض في درجات الحراره، وده مخلي في اقبال يعني شديد من الاعضاء هنا داخل النادي. في موجودين طبعا الناس بتفطر ويعني مبسوطين جدا بالاجواء هنا، يمكن في ناس كتير بتحب الاجواء دي، يعني ولا هي صيف ولا هي شتاء، فده مخلي فيه اقبال كويس جدا هنا في الفرع. خلينا بقى طبعا نبدا النهارده بخبر عن فريق الناشئين لكره القدم بنادي مواليد 2006، واللي فاز خارج ملعبه على الاسكان بعشره اهداف دون رد في المباراه طبعا اللي اقيمت بين الفريقين ضمن الجوله الرابعه من بطوله منطقه القاهره. وبالفوز ده رفع الاهلي 2006 رصيده ل 16 نقطه من الفوز في اربع مباريات، وبيضم الجهاز الفني للفريق احمد خطاب مدير فني، سامح عبد الفضيل مدرب عام، فتوح محمد مدرب حراس، وسيد حجاج إداري للفريق. الأهلي بيتصدر دوري عمومي سيدات اليد الموسم المحلي طبعا 2023-2024 برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة في 3 جولات متتالية، بينهم بيحل الشمس في المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، ويلي نادي الزمالك برصيد 6 نقاط. وشهدت طبعا الجولة الثالثة فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 20-19، والشمس على الزمالك بنتيجة 25-24. نروح بقى لكرة السلة سيدات، حققوا فوز كبير طبعا على نادي الصيد بنتيجة 84-62 في إطار مباريات ذهاب دور ربع نهائي لبطولة دوري المرتبط، وبالتالي طبعا بيحتاج الأهلي الفوز في مباراة الإياب بمنافسات المرتبط للناشئات للتأهل للدور نصف النهائي. ومن المقرر أن تقام مباراتي الإياب بين الأهلي والصيد غدا، حيث تنطلق مباراة السيدات 8 مساء وتسبقها مواجهة الناشئات 4 عصرا. شباب كرة السلة 20 سنة كمان بيفوز على الطيران بنتيجة 96-26 في بطولة منطقة القاهرة، وأيضا كمان شباب سلة الأهلي 16 سنة بيفوز على المعادي بنتيجة 73-18 ضمن منافسات أيضا منطقة القاهرة. وأخيرا فوز شباب الطائرة 15 سنة على دجلة المعادي والتتويج أصلا ببطولة منطقة القاهرة. طبعا كل التحية لشباب أكيد النادي الأهلي، محققين يعني نتائج هائلة طبعا وفوز مستمر. ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية.